يا أهلا وسهلا، حضرتك نورت المكتب. الله يعزك. أنا الحقيقة اللي دليني على المكتب بتاعكم ده والد طالب عندي بياخد درس خصوصي، قال لي إنه ارتاح في التعامل معاكوا جدا. ده يبقى أكيد أنا نقيت له عروسة حلوة. ده اتجوز من عندكوا أكتر من 5 مرات. 5 مرات؟ ده يبقى الأستاذ حسين سريع الطلقات. هو بعينه التاجر اللي عنده محل لبيع البنادق والمسدسات. ما سبتهوش لغاية لما رسيته على زوجة مدلعاه ومهنياه، حاجة كده عيار 9 ملي. وانا كمان نفسي الاقي عروسة تهنيني انا كمان. ان شاء الله، بس نملى البيانات وسيب الباقي عليا. الاسم؟ الاستاذ سليم سماحة. المهنة؟ مدرس اول مادة العلوم بفرعيها كيمياء واحياء بمدرسة ارض الطويل الثانوية بشبرا. عال الصفات بقى؟ لا بقى، ما يمدح في نفسه الا الشيطان. انا حسيبك تكتب اللي انت شايفه. ما شاء الله، وكمان متواضع. ده انا هظبطك تظبيطه 100%. وسيم طويل القامة كثيف الشعر يغسله 3 مرات يوميا بالشامبو الجاف وعصير الليمون. انا بحب المانجا. ما يضرش. وعصير المانجا لون العينين اخضر، وريني كده، وساعات بتقلب بني حسب اضاءة المكان يعني. وعنده شقة في المنيل بس امه قاعدة فيها. بار بوالدته التي تحيا معه ويبحث لها عن دار مسنين مناسبة عشان تبقى براحتها وهو براحته. مش كفايه كده؟ انا لسه ما كتبتش المزايا. اكتب يا استاذ موفق، ده انت كلامك كله عسل. قائمه الاسعار: يعطي الدرس الخصوصي للطالب الحصه ب 100 جنيه. الله الله الله، قول كمان. اكتر من طالب الحصه ب 50 جنيه. يا سيدي. واللي مش عايز ياخد درس ومحتاج حصتين مراجعة قبل الامتحان ياخد كورس مكثف ب 300 جنيه. الله، انت كنت معايا بقى. واللي مش عايز ياخد درس من اصله يشتري شتات، كل باب مطبوع في شت ب 10 جنيه، وكمان مطبوع على ورق ملون عشان مفيش اي طالب يقدر يصوره. اصلي حاويت من يومي. اما بالنسبة ما كفاية بقى يا استاذ، كلمني عن الطلبة اللي عندك، قصدي عن العرايس اللي عندك. أنا عايز واحدة مجموعها يجيب معايا، قصدي تناسبني. شوف يا سيدي، عندي واحدة خريج التجارة وشغالة في التأمين والمعاشات. لا، مش عايز موظفة. طب عندي بياعة معاها دبلوم تجارة. أنا عايز مؤهلات عليا. في واحدة مدرسة. بس أربط عندك، هو ده عز الطلب. دي أرملة، جوزها مات تحت الأنقاض وساكنة في مساكن الزلزال. هي دي لو حطيت فلوس الدروس الخصوصية بتاعتي على فلوس الدروس الخصوصية بتاعتها نقدر نبني فيلا في ظرف سنة. عناية، أكلمها لك. خديجة هانم، مساء الخير. العريس وصل. المدرسة؟ أيوة. هي بتشتغل مدرسة إيه؟ تربية رياضية، ولو جدع بقى ابن الفيلا قبل 30 سنة. قوم من هنا. يا اهلا وسهلا، المفروض ان انا اقول لكم اقعدوا بس انتوا قعدتوا بقى خلاص. انا مش هاخد من وقت حضرتك كتير. وقت ايه يا بيه؟ ده انت جايب العروسة معاك اهو. احب اعرفك، منى مراتي. لا، انتوا اتجوزتوا خلاص؟ من 4 سنين بالظبط. طيب طالما اتجوزتوا جايين لنا ليه بقى؟ ما هو في الحقيقة انا جاي عشان اتجوز منى. مراتك؟ ايوه. تتجوز مراتك؟ الحمد لله، الحمد لله انك فهمتني، انا كنت خايف لما تفهمنيش. فهمت ايه بس؟ يعني انت طلقتها وجاي تردها؟ انا اطلق منى؟ منى دي اغلى حاجة في حياتي، ده انا ما اقدرش اعيش من غيرها. يعني هي لسه على ذمتك؟ ايوه، بس هي مش عارفة. ليه؟ اتجوزتها من وراها؟
اتجوزتها على سهوة؟ لا، هي فقدت الذاكرة، نسيتني يا أستاذ، نسيتني خالص ونسيت إن أنا جوزها. الكلام ده صحيح؟ ده أنا معرفوش، أنا صحيت من النوم لقيته جنبي، صوتت الجيران جم قالوا إن ده جوزي مش حرامي. طب خلاص، طلع جوزك، جايين ليه بقى؟ ما هي مش مصدقة يا أستاذ إن أنا جوزها، قلت أتجوزها تاني. مين قالك إن أنا موافقة أتجوزك تاني أصلاً؟ ما أنت اتجوزتيه قبل كده. وافرض ايه غلط ومش ناوي اكرر الغلطه دي تاني ابدا. بس انت لسه على ذمته. حالة ذمته ازاي بس اذا كنت انا ما اعرفوش؟ اتفضل يا سيدي، وريتها صورنا، صور الفرح، صورنا بقالنا 4 سنين وبرضه مفيش فايده. انا ما يضحكش عليا بشويه صور. بلاش الصور، عيالنا الاثنين، فلزت اجبادنا علي وحسين، نسيتيهم؟ ده معناه ان انا مراتك؟ امال عايش معاك 4 سنين ومخلف منك عيلين ازاي؟ نزوه طيش شباب. صرف موفق، ابوس ايدك اعمل حاجه. يبقى مفيش قدامنا غير الحقنه دي. حقنه؟ حقنه ايه؟ حاجه صغيره كده لتنشيط الذاكره ونتائجها مضمونه يعني. مراد الحقني. لا يا ست انا غريب عنك، ما يصحليش اتدخل، عيشي بقى مع نفسك. مراد يا ريت تستنى بره شويه. مراد جوزي استنى. منى انت افتكرتيني؟ اخيرا فتحتي، الحمد لله. انا اسفه يا حبيبي، حرمت وعمري في حياتي ما هنساك تاني. سبحان الله. مش قلت لك الحقنه دي متجربه؟ دي شافتها بس، امال لو خدتها هيحصل ايه؟ يلا يا اولاد، يلا يلا على بيتكم، يلا بلاش هزار، يلا. بقول لك ايه، خد دي. ليه انا؟ احتياطي عشان لو نسيتك تاني. ماشي. القرف ده، بنت فوتنا دي بتعمل قهوة مقرفة زي وشها دي. ما بقتش عيشة دي، انا ما اسمحلكش يا استاذ انت اصلا انت تشك فيا. يا هانم انا مش طرطور، لازم تعرفي كويس انت مخطوبة لمين. ما هو اللي يصطبح بقى قهوة فوتنا لازم يومه يبقى اخبر. والله كويس اللي احنا لسه على البر. انا بقول كل واحد فينا يروح لحاله احسن. ايه ده هيثم دحلية؟ اقعد اقعد. ايه مالكوا في ايه؟ ادي ما جايبك يا استاذ، انا مش ممكن اكمل معاكم يا واحده. ولا فهمتوا ثانيه يا استاذ موفق، زي ما خطبتنا لبعض كل واحد يمشي في طريق. طريق ايه؟ الطرق واقفه كلها، الطرق واقفه من الزحمه. اهدوا كده واحكوا لي ايه اللي حصل. انا كنت في الكليه. وانا كنت في الشغل. اتاخرت قوي في الكليه لحد ما الدنيا ليلت خالص. وانا كنت في الشغل. واحد زميلي عرض عليا انه يوصلني بعربيته، انا مش شايفه ان فيها حاجه، وافقت طبعا. وانا كشك سجاير، ما كلمتنيش ليه يا هانم واجي اخدك؟ يا عم ما انت كنت في الشغل. يا جماعة أنا شايف إن الموضوع أبسط من كده. نفسخ الخطوبة. طب اهدوا بس كده واحكولي. ما هو برضو معاه حق، الواد بيغير عليكي. دي مش غيرة، ده كده يبقى مش واثق فيا أصلا. هو واثق فيكي بس مش واثق في زميلك، وده من حبه ليكي وخوفه عليكي. بلا خوف وبلا خفرة، أنا مش ممكن أكمل معاها ثانية واحدة. يا أخي فيها إيه؟ زميلها وصلها، الدنيا اتهدت. إزاي تركب مع حد غريب؟ ليه ما خدتش تاكس؟ يعني هو سواق التاكس ده يبقى أخوها في الرضاعة؟ ما هو غريب برضو. على الاقل زميلها معروف ومضمون. يا اونكل ده سمعني كلام مش ممكن. اونكل الله يسامحك، بصراحه برضو انت غلطانه، ما التاكسيات ماليه الدنيا، حبك يعني تركبي مع زميلك؟ انا كشك سجاير. هي طلعت صريحه وقالت لك، وده شيء يحسب لها. انت كمان عاوزها لسه تخبى عليا يا استاذ موفق؟ لا حبيبتي ما تزعليش، انا كنت غلطان. حقك على ايه؟ لا يا حبيبي انا اللي كنت غلطانه، ووعدك يعني مش هركب مع حد من زمايلي تاني خالص. لا لا اركبي لو في وقت متاخر، اركبي مفيش مشاكل. يعني ايه يعني اركب مع حد من زمايلي؟ لا انا هبقى اركب تاكسي. ازاي يعني تركبي تاكسي في وقت متاخر مش مضمون؟ اركبي مع صاحبك اضمن. يا سلام، يعني انت عادي قوي كده بالنسبه لك؟ قول بقى ان انت ما بقتش بتحبني. قولي اللي حضرتك عايزه تمشي على حل شعرك مع كل تاكسي شويه. انا مش ممكن اكمل معاك ثانيه واحده. ولا فهمتوا ثانيه يا استاذ موفق. استاذ موفق افتح خطوبتنا. داليا انت طالق، اخلعي. هيثم انت طالق، وما شوفش وشك في المكتب ده تاني. يلا. يا اختي شبههم. ايه يا عم انت في ايه؟ احنا في زريبة ولا ايه؟ هدول زي اخواتي، نحن تربية زريبة واحدة.
انا جاي لك في مصلحه يا استاذ ملفق. ملفق زي بعضه. وعموما انت نورت مصر. مربوحه يا اخوي. هنا مش عياده دكتور بيطري ولا مكتب جواز معيز. هو الغنمات مالها ومال الموضوع؟ الموضوع يخص ناني. طب تعالى تعالى اقعد هنا وفهمني. اجيلك. هسك هسك هسك. فهمني ايه الحكايه. اني من قبيله في منطقه في الساحل الشمالي، وابوي كان حالف يجوزني من قبيلتنا، وقدام تصميم ابوي صمم تاني قمت قتلته. الله. صمم تاني قمت قتلته. طب وانا داخل ايه بالموضوع ده؟ انا داخل ايه بالموضوع؟ اقوم انا ارعى الغنمات واجي لك. اسك ايه اقعد؟ انت فاكر نفسك في الزريبه؟ اني خلاص نوايا تستقر هنا في مصر ام الدنيا، وانت سيد العارفين الجواز نص الدين. قبل حكايه الجواز والكلام ده، المعزتين دول بيعملوا ايه هنا؟ دول مهر العروسه اللي انا جاي لك فيها. والشبكه ايه بقى؟ كيلو لبن؟ بص بقى حلو، انا هقول لك نصيحه فرز اول من وش القفص. قول يسلم هالفم. الجواز دلوقتي ما بيوكلش عيش، العزوبيه عيشه الحريه. يا شيخ حرام عليك، لا تقول هذا الكلام قدام المعزيات. لا احسن المعزيات تاخد على خاطرها. صح. بص بقى، انا قلبت مكتبي ده لمحكمه الاسره، من بكره هدوس في الخلع والطلاق. اعطيك نصف الغنمات بس تجيب العروسه. للاسف حضرتك العرايس اللي عندنا كلهم محجوزين. فرصه سعيده ان شاء الله. هدينا قاعدين انا واخواتي ورانا ايش؟ ده انت لزقه ولا بكر السلتب. خلاص يا سيدي، انا عندي ليك عروسه حلوه. قول يا شيخ الله يحظك. هجوزك امي. امك خريجه ايه؟ الجامعه الامريكانيه. معقول امك اتجوزت قبل كده؟ لا لسه بنت بنوت. هو انا ناقص غباء؟ يلا يا عم يلا اطلع بره المكتب. الله يسيئك، خد غنمك ومعيزك واطلع بره. المعزيات المعزيات المعزيات. ودت مهر العروسه فين؟ مهر العروسه طار. ودت المعزيات فين يا ملفق؟ زمان زازوق دبحهم وسلخهم وعمل عليهم فته وكلهم.